السلام عليكم، شلونكم طلاب؟ ان شاء الله تكونون بخير. اكثر سؤال هسه تسالونه ان المقارنات مالت الاحياء ما تنحفظ نهائيا نهائيا نهائيا، شلون بينا ما نقدر نحفظها وما نعرف الجواب النموذج مالت المقارنات؟ ومشكلة، يعني هي اكبر مشكله تقريبا هسه كل طلاب يسالون عنها الاحياء والمقارنات. نجي ملزمه ماهر نايف العبود مضبوطه، نجي نشوف النقاط هواي او نقلب النموذج تختلف، نروح ملزمه سيد عفاف تختلف. ها المقارنات، اغلب شيء المقارنات يردون 3 نقاط 4 نقاط 5، بس مرات يردون 6، فاحذروا انتم. يعني انت اقل شيء تكتبه 6، حتى لو تكون لك نقاط من يمك، حتى لو ليها 3 نقاط انت كون 6. بعد شغله، شوف درجه المقارنه، 6 درجات للمقارنه راح تطلع عندك الحصيله مالت النقاط، لو 3 نقاط لو 6 نقاط. اذا المقارنه عليها 4، عليها لو نقطتين لو 4 نقاط، فانت دير بالك، انت دائما حاول تحفظ 6 نقاط. زين شلون تحفظ عليها؟ من احفظ على الاجوبه النموذجيه، احفظ على ملزمه ماهر نايف وعلى ملزمه استعفاف وعلى ملزمه اي مدرس، اي مدرس احفظ عليه. بعدين تروح تطلع على النموذج الجات وزاري، هي اغلب شيء تكرر من الجات وزاري، تحفظ الجات وزاري. الجات وزاري اجوبتها تكون مختصره ويعني عبارات قصيره، والاجوبه النموذجيه هسه حاول ادور لكم اياها، خليكم اياها بالرابط جوا، دوروها انتم، اذا ما لقيتوها بالرابط فدوروا انتم قنوات هواه تنشر الاجوبه النموذجيه. بعد شغله، سؤال ثاني على الرياضيات، هواي يسالون سؤال لي انا من حطيت بها السؤال، شلون ما تعرف جوابه لما امتحنت؟ يلا تاكد، حتى المدرسين قبل من يجيبون ما صدقهم. قيمه سي بالفصل الاخير بالمتجانسه وين اخليها؟ مرات تطلع لي باليمنى، مرات تطلع لي باليسرى، ما تطلع مثل الحل المطابق. انت بس شلون بس كامل وكمل، كمل حلك. السي وين ما تطلع لك صحيح، اهم شيء خطواتك صحيحه، اهم شيء خطواتك صحيحه. الرياضيات ما عليك بطريقه الحل، اهم شيء خطواتك صحيحه. عادي كتبون طريقه الحل الاولى، طريقه الحل الثانيه، طريقه الحل الثالثه، هواي هواي، يعني شكو طريقة. حتى مرة شفت كاتب من طريقة حل الطالب الذكي، طريقة حل، فتروحون تشوفون نموذج تأكدون حتى شوي قلبكم يطمئن. بعد شغلة ثانية، تكرار الأسئلة الوزارية. شنو التكرار؟ هو تكرار بالأسئلة الوزارية، أسئلة 2016 دور ثاني وأسئلة 2018 دور أول اللي انلغت. سؤال الشرح نصا ناقلينه من دور ثاني مال 2018 دور اول، ناقلينه نقل منين؟ من 2016 دور ثاني. فشوفوا تاكدوا بنفسكم الاسئله اللي انلغت مال 2018 دور اول والاسئله مال 2016 دور ثاني، راح تشوفوا شلون متطابقه. فانتم اقروا وزاره، خصوصا الاسلاميه يعني لازم تنهون الوزارات كلها من 2016 لحد سنتكم. بعد شنو؟ العربي هم قروا وزاريات، صحيح ما راح يجي نصنا من الوزاريات بس راح تجي فكرتهم. الرياضيات هم قروا وزاريات، دائما نركز على الوزاريات، وركزوا على وزاراتكم كتاب وكتابكم، اهم شيء تضبطون كتابكم وتفهمونه، حتى من يجيب لكم خارج يجيب لكم خارج على منهجكم، على فكره منهجكم. نجي بعد يا ماده الانجليزي، هم وزاريات حيل مهمه. السنوات السابقه 80 من درجات الوزاري، ومرات 70 مرات 80، مهم يعني عليه درجه كبيره. بس انت اذا ما قارئ كتابك نهائيا وتجي الوزاريات مباشره هم ما تستفاد، فتقرا كتابك وبعدين تجي الوزاريات. بعد يا ماده رياضه حشينا عنها، الفيزياء هي اسئله فصل ووزاريات، لازم تضبطونهن. يعني اللي ما يقرا اسئله فصل ووزاريات خطان بالفيزياء، لان ليها تجي 80 درجه الى 90 درجه واحيانا الى 100، ها مو تعتمد عليها اعتماد كل، احتمال تجي اسئله خارجهن، فانت تضبط كتابك وبعدين تجي تضبط اسئله الفصل والوزاريات. مادة الكيمياء تيجي نصا دائما من الكتاب، السنوات السابقة كلها ولا سنة اجت خارج الكتاب نهائيا. اسئلة 2018 دور اول كلها نصا من الكتاب، عدا اتوقع سؤال واحد غيره بارقام اللي هو السؤال الاول، بس ارقام غيره. نجي المن بعد الكيمياء، اذا خطأ بالاسئلة يقول يقبل من الطالب اي حل. 2018 هم دور اول، قاعد اشكم لان مريت بها فاعرفها. ما ذكروا الحجم، ما ذكروا الحجم بالسؤال الثالث، قالوا الطالب اذا حل من دون ذكر الحجم فجوابه صحيح، طبعا تصير مساله صعبه، واذا خلى الحجم واحد فنقبل صحيح. انتم راجعوا الاجوبه النموذجيه بنفسكم وتاكدوا شلون حالين بالنموذجي. واكو بالكيمياء همين بالاسئله مالت التعاريف كاتبين يقبل على فهم الطالب، يعني يكون كاتبه بس بصيغه فهميه، يعني حتى لو مو دار خدارخ نصا. فانتم تكتبون دائما حفظوا وبطريقه فهميه، حتى لو نسيتوا درخيا
تكتبون اللي فاهمينه انتم وموفقين ان شاء الله. وهو جاي تسألون طبعا التعليقات هواي ما لحق ارد عليهم، قلت لكم انا الامتحانات فاتاخر عن الرد، مرات اشوف ان تعليقات مهمه اسوي لكم فيديو عليها حتى اختصر، لان هواي يسألون عنهن باليومين. اذا باليومين اللي بين الامتحان والامتحان حاول تقرا كتابك كله، واذا ما مطلع نهائيا على وزاري اقرا وزاري. زي شغله ثانيه، بيوم الفيزياء لازم تقرا وزاريات بيوم امتحان الفيزياء، يعني تكمل كتابك. انا ذاك كملت كتابي بيومين، شغله يومين قبله كملت كتابي بين يومين، ومن الليل تقريبا بالعشرة بالليل بديت، والصبح قبل الامتحان ساعتين قبل الامتحان بس وزاريات، خصوصا الفصول الاخيره على ماذا يعتمد. لان بالفصول الاخيره حيل مهمات على ماذا يعتمد كلها يتكررون. ديروا بالكم، شدوا الهمه ولا تخافون. موفقين.